كنا في متابعة زيدا نهار الاثنين، كنت تفكروا بالقدية يوم العودة المدرسية للحركة النبيلة اللي أقرتها وزارة التربية بالتنسيق مع مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. قلنا تيان حاجة مزيانة على الاخر انه ربي والناشئة عليه القضية الفلسطينية يفهموها شنية، وكان فما حركة وإلا اتفاق على رفع العلم التونسي مع العلم الفلسطيني في تحية العلم، وحتى حد ما كان يتصور انه باش تصير البوليميك هذية، وتحديدا البوليميك صارت في مؤسسة تربوية في المستير، المدرسة الأعدادية مفيدة بورقيبة بالمستير. شنو اللي صار بالضبط؟ كل التفاصيل مع مديرة المؤسسة مدام إنصاف الغزي، اللي نقول لها مرحبا، إن شاء الله نهارك سعيد مدام. صباح كوردو ياسمين، صباح الفل، شنو لكم؟ ان شاء الله الحمد لله لاباس، ان شاء الله انت زاده تكون بخير. احنا الحقيقه الحمد لله كما سمعتني نقدم مدام انه شفنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير برشا مع الحركه هذه اللي رفع العلم الفلسطيني مع العلم التونسي في تحيه العلم نهار الاثنين، لكن في المؤسسه اللي انت تشرف عليها يظهر لي صارت حاجه خليت المناسبه تكون عكسيه، معناها ونتائجها عكسيه. حبيت نحييكم الساعة على الفرصة هذه اللي رفع اللبس اللي صار بالمؤسسة التربوية. احنا كان يوم الاثنين كانت عودة مميزة، حبيت نقول لتلميذاتي وللإطار التربوي الكل كانت فرحة كبيرة، وكانت حركة تضامنية كبيرة مع الشعب الفلسطيني. حيينا العلمين التونسي والفلسطيني ورفعنا أعلام تونس وأعلام فلسطين. صار لبس في علم كان نوعية القماش نتاعو الفلور، ما تعرفوا الفلور راهو يعطي رفلة آخر في الضوء. هذا اللي خلى في الصورة كانت تظهر دو بوند نوار، معناها فما بوند نوار بوند في البلون، والبوند الأخرى ظهرت مش فير ظهرت نوار. هذا ما خلى فما تدوينة بون، معناها أثارت بوليميك كبيرة في الساحة وفي مواقع التواصل الاجتماعي. فما شكون قال بون، وأنا نقول هو مسؤول نقابي سامي ونحترمه ونحترم رأيه. حبينا ولو كان اتصل بالنقابة الأساسية مدام إنصاف، لا لا هات نسميه الأسماء، هو كاتب عام مساعد للجامعة التعليم الثانوي أحمد المهوك. هو قام بالتدوينة، هو نقابي، أني نقول مسؤول ونحترم رأيه، أما كان من الأحرى أنه يتثبت في التدوينة، يتثبت في العلم ولا يهز تليفون ما فيها باس ويسأل النقابة الأساسية والنقابة الجهوية ويثبت معهم هالعلم اللي رفع شنو هالعلم هذا. شنو كتب في التدوينة بالضبط هو مدام إنصاف؟ في التدوينة عندما خاطر أنا رجعت للصفحة نتاعه ما لقيتهاش تدوينة. أي بون فسخها. شنو كتب؟ عندما يعوض علم تونس بعلم حماس، هذا ما يحدث في أعدادية مفيدة بورقيبة بالمنستير. وكانت التعليقات اللي أثار استياء الإطار التربوي الكل والمؤسسة التربوية والمندوبية الجهوية للتربية، أقول جيدا المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، هي التعليقات، معناها تعليقات اللي كانت مع التدوينة، لأنه ناس ما تعرفش المؤسسة، ما تعرف حتى شيء شنو صار، وكانت الكم الهائل من التعليقات والتخوينات، واحنا ما نحبوش توظيف سياسي بربي، احنا رانا مؤسسه تربويه، رانا بالحق نحبوا نعديوا لوليداتنا لي فالور نوبل، هذوك القيم النبيله، نحبوا نكونوا بمنأى ماذا بينا على كل التجاذبات السياسيه، وهي حركه تضامنيه نبيله مع الشعب الفلسطيني. قلت لكم راهو نهار الاثنين كانت فرحه مدام إنصاف، مدام إنصاف لعوده التلاميذ، مدام إنصاف وكانت نعم سيد المدير خلينا نرجو التعليقات شنو اتهموك، معناها خاطر احنا هوني انت باش ترفع اللبس، اتهموك باللي انت حمساويه، شنو هو معناها ترفع الرايه السوداء، شنو بالضبط؟ رايه سوداء بون خوانجيه من سبيل، معناها من بين التعليقات خوانجيه ارهابيه بون داعشيه، ما خلوش داعشيه ولا حاجه داعشيه بون فما زاد. اما المشكل انه ولا يعرفني التهمه هذه الكل ما تنجمش تلصق عليا. اي معناها مدام باب الجدل تحل بطريقة هذه على فيسبوك تحديدا بناء على تصويره، مش معناها حتى على معنى الشخص المعني هذه، مش حتى مثل كان حاضر ولا جو سي با. لا 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 لا، وحبيت ولو انه اتصل وتثبت في
الأمر قبل ما يهبط التدوينة كانت الأمور تمشي معناها مغايرة طريقة مغايرة جدا. وكما قلت لكم هذايا اللي خلى استياء كل الإطار التربوي بالمؤسسة والغضب نتاعهم كيفاش يتهمونا بالطريقة هذيك، كيفاش احنا الحركة النبيلة معناها ولات خذت بعد آخر وما حبيناش يصير الكلام هذايا. للأسف الشديد حتى احنا ما نحبوش يصير مدام إنصاف. شكرا ليك لله على التوضيح. شكرا ليك مدام إنصاف الغزي مديرة المدرسة الإعدادية. شكرا مديرة المدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة بالمستير يطلي بطريقة هذية، وضحنا الأمور الكل وشنو اللي صار تحديدا يوم تحية العلم.